أشبع احتياج القبول عندي بإن أنا أحاول أداوي العيب، بس لو ما عرفتش أداويه أتجاوزه. ده قانون كده، لو بقى قدام عينيا دايما هشبع الاحتياج ده عندي. سيدنا قتادة راح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة، وكان في الغزوة دي عينه اتفقعت، يعني خسر عين من عينيه، فراح للنبي قال له: يا رسول الله، أنا متجوز امرأة جميلة وأصغر مني بكتير، خايف أروح لها كده ما تقبلنيش، عايز أتداوى، ينفع أعمل كده؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: حقك. والنبي بدأ يمسح له على عينه لحد ما خفت، فرح جدا وشكر النبي إن مراته هتفضل قبلاه، فهو حاول يحل الموضوع والحل كان موجود. لكن لو الحل مش موجود تتجاوز، ما تقفش عنده. سيدنا موسى لما رب العالمين قال له اذهب إلى فرعون وكلمه، فبدأ يقول لرب العالمين: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس أنا يا رب يعني مش أحسن واحد في الكلام. العلماء قالوا إن سيدنا موسى كان عنده زي لدغة في الكلام كده، فأنا مش أحسن واحد. فبدأ يحل: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري. طب أنا مش هقف عند الموضوع ده، أنا هروح وحكلم فرعون أكبر راس في الدنيا، رغم إن أنا في حاجة فيا يعني مش كاملة بني آدم، إلا إن أنا هروح وحكلمه. طب هاخد معايا أخويا، نشيل بعض ونساعد بعض ونتكلم معاه بمنتهى القوة. سيدنا موسى حل، سيدنا موسى قبل نفسه وواجه الدنيا كلها، رغم إن ممكن يكون فيه نقص في جانب خلقي ربنا خلقه فيه. يعني المهم يا تعرف تحل العيب ده، يا تتجاوزه على طول ما توقفش عنده عشان الحياة تكمل. ولو عالجت العيب يبقى أشبعت القبول، أشبعت احتياج القبول. طب لو ما عالجتوش وتجاوزته، أشبعت برضو احتياج قبول النفس، إني مش واقف عنده، مش عامل لي مشكلة. سيدنا عمرو بن الجاموح كان أعرج وهو من الصحابة، راح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: شوف هو متجاوز العيب إزاي، أنا عايز أطلع معاكم الغزوة، أنا عايز أحارب. فالنبي قال له: مش هينفع يعني يا عمرو، أنت أعرج، ما أقدرش أعرضك لغزوة، محتاج تجري ومحتاج، وأنت رجلك مش هتساعدك. فإذا بسيدنا عمرو بن الجاموح يقول للنبي: إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، أنا قابل نفسي كده ومبسوط كده وحعيش كده وحموت كده وحقابل ربنا كده وأنا فخور بعيبي، إيه المشكلة يعني؟ قابل نفسه، فمش واقف عند العيب. فيتحل العيب يتتجاوزه، وقتها تشبع عندك احتياج قبول النفس. وفي نقطة مهمة كمان جدا تساعد الواحد على إشباع احتياج القبول: ركز على كل ما هو جميل جواك. الحقيقة إن في ناس بالوقت بتبدأ تركز على كل العيوب وتشوفها، دي حاجة بتتعبها جدا، تخليها لا قابلة نفسها ولا قابلة حد ولا قابلة الواقع اللي هي عايشة فيه. وفي ناس بتهون على نفسها إن هي تشوف الحلو في كل حاجة. في يوم سيدنا عيسى ماشي ومعاه الحواريون، فشافوا كلب جيفة ميت بقاله فترة، فقالوا يعني ده شكله صعب قوي وريحته صعبة جدا. فسيدنا عيسى قال لهم: انظروا إلى بياض أسنانه، ده في حاجة حلوة، حاولوا تشوفوها، بلاش تبصوا على كل الوحش اللي في الصورة، ما خلوا عينكم تقع على الجمال اللي في الصورة. والعلماء كانوا بيقولوا: لا تكن إنسان ذبابي تقف على عورات الناس، بلاش تشبه نفسك بالذبابة اللي بتقف على كل ما هو يعني قبيح، لا، حاول تقف على الجمال وتركز عليه وتعود نفسك انك تشوف الجمال، فتقبل دايما الصورة، ورؤيتك للجمال تطغى على اي عيب فيها. واللي يساعدك كمان على إشباع احتياج قبول النفس انك تشوف الصورة كاملة على بعضها. كان الشيخ يقول لنا: جاي فسرها خسرها، يعني هي على بعضها كده حلوة زي ما هي، تقعد بقى تشرحها وتتدخل فيها وتقول معاني تانية فتبوظ. رب العالمين خلق الصورة كده، اقبلها على بعضها، ما تقعدش تبص على ملامح معينة دي حلوة وملامح تانية وحشة. في حياتك في العموم ما تقعدش تبص على مكتبي في حاجات حلوة وحاجات وحشة، بيتي في حاجات حلوة، اقبله كده زي ما هو والصورة على بعضها. رب العالمين قال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم.
ده رب العالمين هو اللي خلقكوا وصوركوا فأحسن في هذه الصورة، فاقبلها على بعضها واشبع عندك احتياج القبول علشان تعيش متزن نفسيا ومرتاح. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.